بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور نبيل في جلسة جديدة ولقاء علمي جديد في مقرر مصطلحات ومراسلات باللغة الإنجليزية. Today we are meeting in a new session in our course Commercial Correspondence and Terminologies. And we would like to ask you at the beginning about the last session. ممكن نستفسر عن المحاضرة اللي فاتت. Okay, so let's get started. In our book, we have some units and sections. So to give a chance for those who were not with us last time, I'd like to do a quick review on the last session's ideas. طبعا لإعطاء فرصة لمن لم يكونوا معنا اللقاء العلمي السابق، سنعرج سريعا على بعض الأفكار التي تم شرحها in the last session في اللقاء العلمي السابق. Let's start with unit one. In this summary, في هذا الملخص الذي أعده أحد الزملاء, unit 1 من الكتاب عندنا functions and characteristics of business letter. وظائف وخصائص الرسالة التجارية. تختلف الرسائل التجارية من حيث الغرض والهدف الذي من أجله كتبت. ومن أجل ذلك ننصح الطلاب أن يقرأوا كم كبير من الرسائل التجارية، ثم يتعلموا المصطلحات التي ترد في هذه الرسائل من خلال الصياغات. And this is one good point repeated last time. أعدت هذه الجزئية المحاضرة السابقة. I emphasized that students should learn the English words and terminologies, especially commercial terms or terminologies, in context. ينبغي على الطالب أن يتعلم التعابير ليس بهذه الصيغة، أن يعرف الـ English word and its Arabic equivalent or meaning. That's not enough. لا يكفي للطالب أن يتعلم المفردة الإنجليزية ثم مقابلها بالعربية. But it is advisable that they learn a word in context. تعلم اللغة من خلال الصياغات. Why do you think so? Why do you think this is the case? لماذا لا ينصح بحفظ الكلمات أو المصطلحات الكلمة الإنجليزية ثم ما يقابلها باللغة العربية؟ This is not a good way of learning vocabularies. Because نعم, thank you so much. لأن المعنى يتغير بتغير الجمل وبتغير الكلمة في صياغات مختلفة. And this is a very important point, and you have to bear this in mind. لابد لكل طالب أن يعرف أن الكلمة أحيانا قد يتغير معناها من جملة إلى أخرى، وأحياناً قد يكون للكلمة معنى عام في الإنجليزية العامة وهي عبارة عن مصطلح تجاري يستخدم في مجال التجارة، فلا بد أن يفرق بين استخدامه العام واستخدامه في جانب التجارة etc. لذلك في هذه الكلمات التي ترونها في والمصطلحات التي ترونها في هذا الجدول, I always advise the students not to, yes, to know their meanings, their initial meaning. Yes, that's good, but that's not enough. Then I advise them to read as many business letters as they can. يقرأوا عدد كبير أو كم كبير من الرسائل التجارية
التي تحوي هذه المصطلحات. ثم الطالب can see the words with their meanings in context. فيستطيع الطالب أن يستخلص المعاني من خلال الطريقة التي وردت بها هذه الكلمات في النصوص التجارية أو الرسائل التجارية. لنبدأ بالفكرة الرئيسية. The basic idea that even when we are writing business letters, we are communicating. عندما نتحدث عن كتابة أي رسالة تجارية، فأن كتابة الرسائل بحد ذاتها هو عبارة عن نوع من التواصل. But this communication is oral or written. What do you think? لكن عندما نكتب الرسالة فإن هذا النوع من الرسائل أو التواصل عبارة عن تواصل. Yes. شباب، ما نوع التواصل عندما نكتب رسالة؟ هل هو تواصل مكتوب أو تواصل منطوق؟ Written. Yes, written. Yes. Either we can say it's communication in writing with ing, or you can say it's a written communication. Both are correct. تعريف الاتصال أنه كل الناس تتواصل، والتواصل على ضربين. وعندما نقول ضربين يعني أو يعني نوعين. التواصل الأول وهو أن الإنسان ينقل أفكاره ومشاعره وأحاسيسه إلى طرف آخر، إلى شخص آخر. When we communicate, we either communicate through writing or through speaking، من خلال الكلام أو من خلال الكتابة. كل هذا أو this is called، هذا النوع من التواصل هو التواصل الذي نسميه تواصل إيش؟ verbal. verbal يعني تواصل لفظي، نستخدم فيه الألفاظ والكلمات والأصوات. والكلمات إما أن تكون كلمات oral ننطقها محكية as you can see، or they are what written. إذن this is the first kind of communication. التواصل اللفظي هو التواصل الذي نستخدم فيه اللغة من خلال الكتابة، وهي مناط التركيز أو بيت القصيد في هذا المقرر، أنه كيف نكتب ونعبر عن أفكارنا من خلال كتابة رسالة تجارية. أو ممكن يكون التواصل منطوق مثل ما نتحدث لبعض في التعامل اليومي. لكن هناك but there is a second type of communication، وهو التواصل من خلال الإشارات. This includes the overall body language of the person who is speaking. هناك عندما نتحدث نستخدم لغة الإشارة من خلال التعابير التي تظهر على وجه المتحدث. يستطيع أحياناً أن من غير أن ينطق بكلمة أن يتواصل مع الآخرين من خلال هذه الإشارة أو لغة الإشارة. ما يهمنا في هذا المقرر هو النوع الأول، وهو الformal communication، التواصل الرسمي. Because when we are writing business letters, we are communicating formally with other parties. عندما نقول parties، كلمة party or party هي كلمة تعني إيش؟ طرف، وهي لغة قانونية. As opposed to the general word of the general meaning of this word، على خلاف ما تعني هذه الكلمة في المعنى العام. عندما نقول yes I'd like you to share with me، when we say yesterday I had a party، yesterday I had a party، had ماضي have، البارحة كان عندي حفلة. Yes, very good. The meaning of the word party here, it means الحفلة، that you are gathering with your friends، مع أصدقائك، maybe members of your family، and having fun، تقضي وقتا مسليا. لكن عندما نقول في الformal communication you are communicating your ideas with another party، معناه مع طرف آخر، قد يكون هذا الطرف الآخر شركة أو مؤسسة etc. إلى آخر.
طبعا don't forget that even the same word ممكن أن تستخدم في البوليتيكال أرينا، كلمة party اللي هي الحفلة، أو الطرف، شخص آخر أو طرف آخر في التجارة أو لغة القانون والعقود. عندما نحرر عقد a contract we write the first party is مثلا University of Science and Technology، الطرف الأول هو جامعة العلوم والتكنولوجيا، and the second party is Dr. نبيل مهيم، والطرف الآخر هو الأستاذ نبيل، etc. This is in law language or legal language معناه طرف. في اللغة السياسية عندما we are reading political texts the word party تعني إيش؟ لها ثلاثة معاني أساسية: حفلة أو طرف، طرف الأول طرف الثاني. Or in politics في لغة السياسة نقول he belongs to the Yemeni socialist party, he belongs to the Islah party, he belongs to the Congress party, etc. He belongs عندهم في الغرب the Labour party. Anybody? Any idea? حزب تقريبا. Yes, very, very, very good. Yes, it means a political entity. So here it means a political entity. يعني كيان سياسي أو حزب، مش جزء، حزب. Thank you very much indeed. What we are focusing here is on formal communication. مقرر المراسلات التجارية يركز في المقام الأول the first place on formal communication، لأننا عندما نكتب فإننا نركز على اللغة الرسمية والتعاملات الرسمية بين الشركات والمؤسسات والهيئات etc. النوع الآخر من التواصل هو التواصل الغير رسمي، this occurs ويحدث هذا التواصل between friends and family members، بين أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة والأصدقاء. لا يهمنا في هذا المقرر لأن مقررنا أو الكورس الذي ندرسه هو المراسلات التجارية. So they are letters written for commercial purposes، للأغراض التجارية. أهمية المراسلات التجارية، they are very important. Nobody can deny the importance of commercial correspondence. المراسلات التجارية مهمة لأن تجري الصفقات التجارية عبرها وتتم التعاملات عبرها، تقوي العلاقات بين الهيئات والمنظمات والأطراف التي تتعامل في مجال التجارة، وتساعدنا هذه المراسلات التجارية في اتخاذ كثير من القرارات التي يخص العمل الذي نقوم به في الشركة، في تلك الشركة، في هذه الشركة أو في تلك. Then we come to the means of commercial correspondence. ممكن أن نرسل الرسائل أو نتواصل بكتابة رسائل رسمية من خلال letters، رسائل or faxes or emails. كل هذه هي وسائل سريعة للتواصل مع الآخرين بلغة الكتابة. We come here to the definition of a business letter. What is a business letter? ما هي الرسالة؟ ما هو تعريف الرسالة التجارية؟ It's a message that attempts to influence its reader, recipient, المستلم، تحاول أن تؤثر على القارئ، and take some actions، تتخذ بعض الإجراءات أو المواقف المرغوبة الذي يودها مرسل هذه الرسالة. فأنت عندما ترسل رسالة تريد أن تشتكي من تعطيل المحاضرات المكتوبة، What do you mean by written lectures؟ ما المقصود بالمحاضرات المكتوبة؟ أنا رسلت الملخص هذا و I sent PPT1 and PPT2. Yes. الملخص ده موجود إن شاء الله أرسله لكم، لأنه عبارة عن ملخص.
خلي الفني إن شاء الله يرسل لكم. Or at the end of my class, I'll give you my WhatsApp number. Okay, I will give you my WhatsApp number. ومن خلال ال WhatsApp message, we can send you again the summary. So here we have a business letter. The primary means by which goods and services are exchanged freely throughout the world. من خلال الرسائل أو كتابة الرسائل التجارية، فهي وسيلة أساسية من خلالها يتم تبادل البضائع ويتم تبادل الخدمات من خلال بين الناس في كافة أنحاء العالم. Business letters are written messages people write to each other in regard to their commercial, financial, occupational or trading transactions. من خلال هذه الرسائل يكتب الناس لبعضهم البعض عن تعاملاتهم التجارية والمالية والوظيفية وإلى آخر. ما يميز الرسائل التجارية أنها عبارة عن عقد رسمي وأساسي. كل ما يكتب في هذه الرسائل يكون الشخص الذي أرسله مسؤول عنه، وممكن من خلال هذه الدوكومنت اللي هي الوثيقة اللي هي الرسالة أن يتم we put it in the archive, أرشيف، نحطها في الأركايف، وهي أفضل وسيلة من الكلام الشفوي oral agreements. ممكن أن تتفق شفهيا أو شفويا مع أحد الأطراف أو رواد العمل. But that's not enough. لا يكفي ذلك، لكن من خلال المراسلات هناك مسؤولية في العمل التجاري، لأنه الرسالة تعد وثيقة يمكن الرجوع إليها قانونيا. وظائف الرسائل التجارية، هناك من خلال الرسائل التجارية يمكننا provide information to the reader، أن نعطي معلومات للقارئ. Through business letters we can obtain information from the reader. ممكن أن نتحصل على معلومات من القارئ الذي يقرأ الرسالة. نرسل رسالة ثم يرد، فنقرأ ما رد وما ورد إلينا من معلومات. And they create goodwill for the sender. ممكن من خلال هذه الرسائل تنشأ علاقات بين الأطراف التي تتعامل مع بعض، ويسودها الاحترام المتبادل، وأحيانا علاقة متميزة من خلال ما يسمى بالgoodwill، وهي السمعة الطيبة لهذه الشركة أو المؤسسة أو المؤسسة التعليمية التي تقدم مثلا خدمة مثل التعليم، تنشأ لها سمعة طيبة بين العملاء أو الزملاء، العملاء أو الكاستومرز الذين يستلمون هذه يتلقون هذه الخدمة إذا كانت خدمة تعليمية. So what do you mean by goodwill? The goodwill, السمعة الطيبة, is as a function of business letters, كوظيفة لتقوم بها الرسائل التجارية. إنه the disposition of the customers to retain to the place where they have been treated well. عندما يكون معك مؤسسة تجارية ويرتاد الزبون هذه المؤسسة للحصول على بضاعة معينة للشراء أو للحصول على خدمة تعليمية. This is because of your goodwill. سمعة التي اكتسبها هذا المكان أو الثقة. A feeling of confidence in a firm, في شركة معينة أو مؤسسة. That make a customer trades with it, يتعامل معها الزبون rather than with any other. هناك مثلا ثلاث مؤسسات تعليمية تقدم تخصص الـ business management or إدارة الأعمال or accounting محاسبة، لكن اختار الطالب واحدة ولم ذهب وسجل في أحد هذه المؤسسات، وترك الأخريين، ترك المؤسستين الآخرتين بسبب إنه he thinks that they are working very well، يعملون يعني بشكل جيد في التعليم ولديهم سمعة طيبة. This is what we mean by goodwill. Then we come to some commercial terms again. هناك list قائمة من المصطلحات باللغة
الإنجليش الإنجليزية ومعناها بالعربي. وتطرقنا last week to the word credit، وقلنا إنه من معانيها الائتمان أو الدين أو السلف. This is in the commercial field. This is in the business field or business world، في عالم البزنس أو التعاملات التجارية. لكن هذه الكلمة لها معاني أخرى مثل ما أشرنا في المحاضرة السابقة. ننتقل سريعا ثم إلى خصائص الرسائل التجارية. Writing that produces the desired results. عندما تكتب رسالة تجارية يجب أن تكون هذه الرسالة لها أسلوب معين بحيث أنها تؤثر على القارئ. And this is a very important point. وهذه نقطة ذات أهمية قصوى، إنه الريدر، من سيقرأ هذه الرسالة؟ إذا أنت تريد أن تكتب رسالة فينبغي you have to think first who is going to read your letter، من بيقرأ رسالتك، ما هو مستوى العلمي عندما سيقرأ هذه الرسالة. I mean here because you need to write in a way that is understandable to the reader of your letter. ينبغي أن تراعي المستوى الذي ستكتب به عندما أن تتوجه بالكتابة إلى عميل أو طرف ما، شخص تتعامل معه في جانب التجارة. Then we have courtesy and consideration. اللباقة وأسلوب الحديث والاحترام. ينبغي أن تكون polite and diplomatic. ينبغي أن تكون لبقاً ومهذباً في التعابير in the expressions that you are using when you are writing business letters. يجب أن تستخدم لغة راقية. We consideration for others and expressing good feelings through exercising language techniques. ويجب أن تراعي مشاعر الآخرين وأنت تكتب إليهم بحيث أن الألفاظ التي تستخدمها لا تحتوي على شيء من الإساءة لمن يقرأ هذه الرسالة. ثم personalization وهي إضفاء طابع الشخصية، يجب أن يشعر قارئ هذه الرسالة بالاحترام والدفء، وأنه هذه الرسائل رقيقة في معانيها ومفهومة في مقاصدها. Then we come to the naturalness and sincerity. ينبغي الإخلاص أو عدم التكلف عندما أنت تكتب رسالة. ينبغي you have a genuine interest to the person you're writing as well as in his problems. مثلا عندما يشتكي شخص ما أو عميل لمصنع إنه في مشكلة في البرودكت، المنتج الذي صنعه المصنع، فينبغي عندما تأتيك رسالة شكوى a complaint letter إن شاء الله at the end of this session، في نهاية هذه المحاضرة سنأخذ نموذج للرسالة شكوى. ينبغي أن في ردك أن تتعاطف مع الزبون وتعد الزبون بلغة فيها اللباقة والبوليتنس، تكون مهذبة بحيث أنه أنت تجيب على هذه المشكلة and how you can solve this problem. وينبغي أن عندما تتكلم أو تكتب الرسالة أنه express your thoughts here يعني إيش ideas، الأفكار in your own words، بكلمات أنت تصيغها. Then write what you think, not to think of what you should write. ينبغي أن تفكر فيما ستكتبه، لا تكتب أي شيء يعني اعتباطا لمجرد أنك تريد أن تكتب رسالة فيها كم سطر. That's not acceptable in the field of business, in the writing business, in writing business letters. Then avoid pedantry and decorative expressions. التعابير المتكلفة والتعابير الإنشائية they are not used in when you are writing business letters. يعني يأتي شخص معين فيستخدم literary style ويروح يستخدم أسلوب
أدبي يكتب رسالة تجارية and he starts like this مع إطلالة هذا الصباح وزغزغة العصافير أتوجه إليكم في هذا اليوم الجميل لأكتب وأعبر عن مشاعر الدفء. That's not acceptable in the business world. هذه اللغة الأدبية المتكلفة هي لغة لا تمت بصلة إلى عالم البزنس والرسائل التجارية. وينبغي أن تكتب بأسلوب مناسب proper tone. You should write in a way to influence your reader. Your reader هو الشخص الذي أنت تكتب إليه. وينبغي في كل الأحوال you are thinking all the time about him. ينبغي أن تفكر في قارئ الرسالة هذا وأن تكتب له بطريقة مؤثرة. فإذا تريد أن تقنعه ببضاعة معينة فينبغي أن تكون اللغة التي تستخدمها persuasive. Persuasive يعني إيش؟ مقنعة، جذابة. Yes, very good. It's necessary to be brief. Yes, and clear and accurate. Very good. كل هذه الصفات الاختصار والوضوح والدقة أشياء أساسية سنأتي عليها الآن في الخطوة القادمة عندما أنت تكتب أي رسالة تجارية. ما هي الكاركترستكس of business letters زي ما كتب زميلتكم أنساب. The first characteristic is clarity. Clarity that they are clear. الرسائل ينبغي أن تكون they are clear واضحة. وإذا كانت رسالة يجب أن تكون واضحة. And clarity means transferring the writer's thoughts or ideas to the reader without misunderstanding. ينبغي أن تقول الأفكار من غير بوضوح ومن غير أي التباس. Misunderstanding معناه لبس في الفهم. A letter must be understandable and doesn't need further reading. ينبغي للرسالة أن تكون إيش؟ مفهومة ولا تحتاج إلى توضيح. من يقرأها يفهم مضمونها بطريقة سهلة ويسيرة. Keep your sentences short. وهذه نقطة لا ينتبه لها كثير من الطلبة. عندما تكتب في اللغة الأجنبية and here I mean in our case English أنت طالب you are studying English as a foreign language. This is not your own language. ليست لغتك الأم native language your first language. So it is expected that you make mistakes. يتوقع أنك تقوم بارتكاب أخطاء and that's not the case. وليست هنا المسألة وليست هنا القضية أنه أنت ترتكب أخطاء. أي شخص يكتب لابد أنه يخطئ، لكن المشكلة أنك تريد أن تكتب long sentences as you can، وكلما كتبت كثيرا وقعت في الخطأ كثيرا. So that is why we advise the writers of business letters to be rather short. ينبغي الرسائل أن تكون قصيرة. لماذا؟ لأنه القصر prevents you from making mistakes. إذا كتبت جمل طويلة فالوقوع في الخطأ وارد. ما هي الways of confusion؟ الطرق اللي يمكن يحصل فيه التباس أو ارتباك. The frequent use of conjunctions. يعني يلاحظ أنه كثير من الطلاب العرب ونحن جزء من الطلاب العرب because we have Arabic as our first language أن اللغة العربية تؤثر علينا في طريقة الكتابة وفي طريقة الحديث. ما يهمنا هنا what concerns us here is the way we write when we are learning English. الطريقة التي نكتب بها عندما نتعلم اللغة الإنجليزية أو نكتب business letters in English، نكتب رسائل تجارية باللغة الإنجليزية. واحدة من الإشكاليات التي يقع فيها الطلاب هي الconjunctions، أدوات العطف. فنكثر من استخدام كلمة and. فتقول I went to the mall and I bought a pen and I bought a bag and I bought some clothes.
because this end is acceptable in Arabic. دكتور. Yes. يفضل عمل فاصلة إذا كان عندي أكثر من شيء وفي آخر كلمة أكتب أنت وبعدها أحط الكلمة نفسها. Okay. في حال نستخدم أنت. Thank you very much indeed. But in Arabic, we overuse. نحن نكثر من كلمة and. و اشتريت قلما وشنطة و و This is what we mean by و عندما يستخدم الإنسان تأثير اللغة العربية. هل اللغة الأم تؤثر على المتعلم للغة الأجنبية؟ This is a good question. سؤال جميل. Yes, sure. Sure, absolutely. يعني أي متعلم للغة الأجنبية and particularly those who are studying English أنا نقول في وضعنا نحن نتعلم اللغة الإنجليزية and when we are adults كبار يعني لأن children الأطفال يتلقون acquire languages so fast and faster than adults. Do you agree with me? الأطفال يتعلمون اللغات بشكل أسرع من الكبار. So when we are writing, it's important to understand that our native language influences on our writing, either positively or negatively. ما المقصود بالكلام هذا؟ عندما نكتب باللغة الأجنبية وهنا اللغة الإنجليزية نقصد بها أنه الطريقة التي نفكر بها أحيانا باللغة العربية تؤثر لأن اللغة هي أداة للفكر تؤثر علينا عندما نكتب باللغة الإنجليزية فكنا نستخدم هنا الways of confusion طرق الخلط والارتباك التي يحصل فيها كثير من الطلاب عندما يكتبون أنه they think in Arabic rather than in English وخاصة الطلبة الذين مستواهم في اللغة الإنجليزية ضعيف يلجأ إلى they resort to Arabic يلجأ إلى اللغة العربية للترجمة الحرفية ويقع في الخطأ فعندما نكتب نحن ونكثر من استخدام الconjunctions مثلا أداة الربط هذه and this is because of the influence of Arabic الطريقة التي نكتبها بالعربية واشتريت قلما وشنطة و etc. Familiar abbreviations or familiar abbreviations and initials. يعني أحيانا ممكن أن يستخدم الإنسان abbreviation وبادئة لبعض أسماء الشركات أو المنظمات وهذا الشيء غير مفهوم للقارئ فيجب أن يوضحه. Number and numerical expressions. الأعداد قدر ما تكون غير واضحة وكذلك حروف الجر وحروف الجر وما أدراك ما حروف الجر في اللغة الإنجليزية واسع استخدامها وأحيانا students are not sure whether to use this preposition or that بعض الكلمات تستخدم معها حروف الجر وبعض كلمات لا نستخدم معها حروف الجر etc. وبعض حروف الجر في العربية والإنجليزية they are equal we can use them in both languages ممكن أن نستخدمها في كلا اللغتين وأحيانا preposition يستخدم في العربية ولا يستخدم له نظير في اللغة الإنجليزية إلى آخر عندنا مثلا الفعل reach do you know the meaning of the word reach غني no reach not غني rich rich is غني someone who has a lot of money لكن reach يصل yes very good وصلت إلى الكلية Yes, Hanin. Reach. No, not touch. Reach. Hanin. وصلت إلى الكلية. I من بيكمل? Who can complete? I الكلية college. وصلت إلى الكلية. استخدم Can you use the verb reach? Not rich. Rich is someone who has a lot of money. I reached the college. So what's wrong here in this sentence? In the,
I reach to the college اللي كتبتها زميلتكم. No, not I was. هنا حرف الجر. Is it correct to say I reach to the college? Is it correct to say to the college? To. In English, we use to. No, we don't use to. With the verb reach, we never use a preposition. ما نستخدمش preposition هنا. تقول, yes, very good. I reached college. وصلت إلى الكلية. من غير حرف جر. But if you are using another verb like arrive. Arrive. A-R-R-I-V-E. Silwan, thank you, Silwan. Yes, كذلك. Arrive. When we are using when we are using this verb, it's important to know which preposition to use. Just an idea about استخدام prepositions that they are sometimes confusing. استخدام حروف الجر بعض الطلاب يفتكر إنه yes, very good. I arrived at college. ممتاز. طيب إذا قال واحد وصلت إلى نيويورك. Do you think that you are going to use the same preposition? تفتكر إنه إذا أنت وصلت no, very good. So what preposition that you are going to use? أي حرف جر ممكن تستخدمه مع هذا الفعل؟ طبعا هذا الكلام مع هذا الفعل فقط. I arrived. عندما يكون المكان صغير we use at. وصلت إلى المطار at. وصلت إلى المحطة نقول at. وصلت إلى مكان صغير كلية at. But when you use to big cities and yes, very good. Thank you very much indeed. شكراً. I arrived in New York. وصلت إلى New York. I arrived in Riyadh. وصلت إلى مدينة الرياض. Yes. نستخدم I arrive in للأماكن الكبرى. Arrive at للأماكن الصغيرة. لكن عندما نترجم من العربية مباشرة من غير having an idea about using prepositions هنا يحصل الخلط ونفكر باللغة العربية and we think sometimes that English is like Arabic and vice versa. Yes, English has some similarities but it has some differences عن العربية. لها متشابهات مع اللغة العربية أشياء في التراكيب استخدام حروف الجر وأحيانا أشياء مختلفة. That's the point إنه يجب أن تنتبه وأنت تكتب أن تكون كتابتك سليمة من الخلط. This is refers to what is so called clarity. Clarity ينبغي أن تكتب بشكل واضح. طيب clarity ممكن الحصول عليها من خلال استخدام الأشياء التي تراها في على الشاشة on the screen. Clarity can be attained by using the following points. هذه النقاط أساسية من أجل أن تكتب رسالة علمية واضحة. Number one, use simple, plain and familiar words. يجب أن تستخدم كلمات مألوفة وبسيطة وسهلة. This is what we mean by simple, plain, familiar words. بسيطة وسهلة ومألوفة. مألوفة للإيش؟ للقارئ. The reader. The one who will read your letter. And the second thing, be consistent. ينبغي أن تكون consistent في استخدامك للأزمنة متناسق. فأنت إذا كنت تتحدث في الماضي ينبغي أن تسير على نفس النمط. لا ترجع إلى الحاضر ثم إلى المستقبل ثم تكتب أكثر من زمن وأنت تتحدث عن شيء حصل في الماضي. And be precise. يجب أن تكون دقيق و to the point. والنقطة الرابعة طبعا مرت معنا النقطة الرابعة هذه مكررة. Make your sentences reasonably short. Short. And this is very important. When you are writing, try to make your sentences reasonably short. بشكل معقول. قصيرة بشكل معقول. جمل قصيرة تؤدي الغرض وتبلغ المعنى. عندما يكتب الطالب جمل طويلة he might make mistakes. ممكن أن يكون عرضة لأن يرتكب أخطاء لأنه كاتب بلغة أجنبية ليست لغته. ف preferable من الأفضل أن تكون careful and try to make your sentences
reasonably short. Number five, punctuate the letter content. والكلمة هذه punctuate يعني الترقيم, علامات الترقيم. ينبغي أن تنتبه وأنت تكتب لعلامات الترقيم. يعني suppose that I'm speaking to you. نحن في فصل ليس افتراضي. I don't know whether you can see me. Suppose that we are in a traditional classroom. أنا وأنتم ندرس في فصل تقليدي, يعني في فصل دراسي, طلاب موجودين والمدرس, ونتحدث شفاهية. And you can see me and I can see you. ما هي علامة الترقيم عندما نتحدث؟ هناك علامة ترقيم إذا جاز تسميتها مجازا بعلامة الترقيم, وهي أنه عندما أتحدث أستخدم لغة الإشارة, أستخدم my facial expressions, تعابير وجه. وأقدر I can sometimes tell whether you are following me and understanding me or not. ممكن أن أعرف من خلال أنكم تومئون برؤوسكم أنهم تتابعونني. ممكن أن أعرف إذا في شخص يتثاءب, يعني يريد أن ينام. That means the class is boring. But في الأونلاين I can't tell this. لا أستطيع أحياناً. It seems to me that I'm talking to myself. وهذه واحدة من المميزات العيوب التعليم عن بعد, أنه لا أستطيع أن أحدد بدقة ما إذا كان الطلاب يتابعونني أم لا. Anyway, يعني من خلال الوصول إلى المعاني, من خلال أن أستنتج, من خلال تعابير الوجه وما إلى ذلك. لكن in punctuation, in writing letters, أنت هناك ليس معك ما يعمل filtering لكتابتك إلا النقطة عندما تنتهي الجملة والفاصلة وعلامة التعجب وquestion mark etc. كل الكلمات هذه مهمة جدا. عندما أنت تضيف نقطة أحيانا أو تنسى النقطة أنت تخل بالجملة. كل each sentence starts in capital letter, first letter, and ends in a full stop. وتنتهي بنقطة. لا ينبغي أن تكتب جملة ثم تشرع في الجملة الأخرى من غير أن تضع نقطة or full stop. طبعا من خلال use active voice. طبعا انتبه إلى كلمة punctuation, علامات الترقيم مهمة جدا, لأنه ممكن أن تغير المعنى. البارحة كنت أقرأ عبارة, يا ريت أن أنتم تكتبوا هذه العبارة. Wear black people. Wear اللي يلبس, وblack معروف اللون الأسود, وpeople. But before the word people, قبل كلمة people, there is a comma. No, not where. Where W-E-A-R. W-E-A. No, W not H. W-E-A. Yes, very good. What do you mean by this sentence? يعني هنا الفاصلة فرقت. إذا ما فيش comma, المعنى مختلف تماما. Yes. This is what I mean. Where black people? هنا في هذه الجملة. What do you mean by this sentence? Can anybody arrive at the intended meaning? ممكن شخص يستنتج معنى هذه الجملة عندما تقول where البس. لكن هنا يتحدث مع people, مع أناس, يعني أكثر من واحد. إذن البسوا, ها, البسوا أسود أيها الإيش, أيها الناس. Very good. البسوا الأسود, اللون الأسود يعني. But if there is no comma, if there is no comma, ما فيش الكوما هذه الفاصلة, do you think the meaning will remain the same? إذا ما فيش كوما بيكون كأنه يقول ألبسوا الناس السوداء مثلا. أيوة, ألبسوا الناس السود.
أيوة. How come? It doesn't make sense. ليس لها معنى. It doesn't make sense. Do you understand the importance of punctuation here? تعرفوا هنا معنى إنه الفاصلة هذه فرقت في المعنى. Okay, another example. Another example. في شخص speaking to his mom, فيقول لأمه يعني, he's speaking to his mom. I love her mom. I, excuse me, could you please write down? I love her mom. طيب الجملة الأخرى, I love her, comma, mom. لا, this is the first one. أحبها أمي. If there is what? The first sentence, I love her, بعدين comma, then we have comma, then mom. اللي في الكومة, أنا أحبها يا أمي. Ah, yes, very good. Thank you very much indeed, Ansab. But without كومة, أحبها أمي. لا, أحب أمها. أحب أمها without كومة. Yes. Okay. Is it the same? They're totally different. Do you understand the idea? Ah, yes. إذن الكومة, البنكتويشن هير مارك, علامة الترقيم هنا مهمة, ممكن أن تقلب المعنى, المينينج, upside down. What do you mean by upside down? رأسا على عقب. Thank you very much indeed. هناك في فرق بين شخص يحدث أمه, I love her, إني أحبها, محبوبة, يحبها, يا أمي أحبها, وبين شخص يقول I love her mom, أنا أحب أمها, ما أحبش البنت. لا, مش من فوق لتحت, رأسا على عقب. Upside down معناه رأسا على عقب, يعني خلط المعنى فوق تحت, زي ما نحن نقول بالعامية, نحن نقول فوق تحت. طيب يا دكتور, بالنسبة للpunctuation, الفاصلة فقط أو الفلاستوب وكل أنواع الpunctuation هي تحدث لي نوع من يعني إرباك. اختلاف أو أيوة في المعنى. Now they're very important and you have to know how to use them. You have to know how to use them. يجب أن تعرف كيف تستخدم هذه علامات الترقيم بدقة, الأساسية منها, لأن المعاني هنا تتغير. Do you see that, the examples that we gave you today? Yeah, I see. اوكي, اذا انتبهوا وانت تكتب, طبعا بتتعلم الحاجات دي ستيب باي ستيب. مثلا احنا عندنا كمان النقطه تفرق في العربيه. مثلا العرب اذا اضفت نقطه, if I add dot على العين, it becomes what? الغرب. الغرب. In Arab. Is it the same? هل العرب والغرب سواء؟ No. That's it. إذن هي هذا الأساس, إنه أنت ينبغي أن وأنت تكتب تنتبه لعلامات الترقيم. Use active voice. الأكتيف فويس يعني المبني للمعلوم. إنني أكتب إليكم هذه الرسالة. مش هذه الرسالة كتبت إليكم. الأكتيف فويس is opposed to, عكسها إيش؟ الباسيف فويس. What do you mean by passive voice? المبني المجهول. Yes. المبني المجهول, لأن أنت عندما تكتب الرسالة, we will see the examples, بعد شوي بنشوف الأمثلة, تقول إنني أكتب إليكم, إنني أنا. إذن this is active because we know, already know the agent, نعرف من كتب هذه الرسالة. I am writing to you, إنني أكتب لكم هذه الرسالة ليقدم شكوى عن المنتج الفلاني, أنا. But never use what? Passive voice. لقد تم كتابة رسالة إليكم. No, this is not preferable. هذا ليس محببا. وعندما تكتب رسالة تجارية, tabulate your data. يجب أن تحط, إذا لزم الأمر, هناك جداول في الرسالة وتوضح فيها البيانات واضحة. إذا لزم الأمر هناك أسعار أو شيء. الإيجاز. الإيجاز ينبغي أن توجز
ونعني بالإيجاز saying everything you have to say it بأقل كلمات ممكنة. Fewest possible words. أقل كلمات ممكنة. في العربية نحن نقول خير الكلام ما قل ودل. Do you agree with me? Okay, ما قل ودل يعني قليل. But it makes sense. له معنى. مش قليل. لأنه القليل ممكن يكون مخل. نقول إيجاز مخل. في مقولة أخرى. Who knows it? عندما يكتب الإنسان بإسهاب. نقول بإسهاب يعني لا مش باختصار. الاختصار هو إيجاز. بإسهاب إسهاب ممل. عارفين الملل boring to get bored. يكتب كثير. You get bored because of redundancy. حشو. نقول إسهاب يعني كتابة بكثرة ممل وإيجاز مخل. الإيجاز المخل إن أنت تكون موجز في الكلام لكن الكلام غير واضح. So you have to be careful. اذهب إلى الخاصية الأخيرة الثالثة سوري الشمول. ينبغي رسالتك أن تكون شاملة. ونعني بالشمول إنه letter represents all the essential ideas. أنت تكتب عن أفكار معينة أساسية لابد أن تضمنها هذه الأفكار والتفاصيل في الرسالة. ما تسيبش حاجة. Then we come to a very important characteristic. Accuracy. Accuracy وهي الدقة. ينبغي أن تكون دقيق في sentence structure. تركيبة الجملة اللي تكتبها. مش تكتب لي يعني زمن في الماضي والفعل للأسف في present simple. مثلا تقول I go to the mall yesterday. So what's wrong here? يعني sentence picture. I go. أنت كيف تتكلم عن البارحة؟ Then go, you went. We I went. Went. Yes, I went. Good. Not I want. In last Aisha. Went. Aisha went. W E. Not W A. Want يعني أريد. I went. Because past. Yes, very good. وبعد كذا we come to the word use. انتبه للكلمات وانت تكتب ما معاني هذه الكلمات. أحيانا sometimes it seems that the vocabulary items are synonyms are having the same meaning, but they are not. Please again. Sometimes in the second point في الدقة إنه word use استخدام الكلمة. أنت تستخدم كلمة and you think that تشابه المعاني. Yes, very good. إنه you think that you are using the right word, but you are not. تظن إنه الكلمة هذه أنت تستخدمها هي الكلمة الصح. But they are not. لها استخدام آخر. يعني let me give you example, an example. يعني can you write? ممكن تكتبه. I went. I went. ذهبت. To the library. And bought a book. Full stop. What's wrong here? What's wrong here? Again. I went to the library. Good. Good, Aisha. And I bought a book. Take bought a book. No book. What's wrong here? Which word is wrong? استخدمت كلمة خطأ هنا. Which one? Take. No bought. No. I bought. I mean it. اشتريت. بالفعل أنا اشتريت. B-O-U-G-H-T. The past. Please no. Again the sentence. I bought a book. اشتريت كتابا. You know, اشترى buy. Last night maybe.
Yeah. What's wrong so here? please again the sentence. I went to the library and I bought a book. Full stop. نقطة. ذهبت إلى المكتبة واشتريت كتابا. So what's wrong here? هنا الزمن صحيح 100%. الزمن صحيح 100%. لكن أنت استخدمت كلمة you used, على افتراض أنك أنت اللي جبت الجملة هذه, أنه استخدمت كلمة في موقع الخطأ. This is what we mean by word use. Which is the word that is used in a wrong way or wrongly. هذه الكلمة التي استخدمت بشكل خاطئ. Library. ليش؟ Can you tell me why library is wrong to be used here? Yes, good somehow. I bought, bookstore. Yes, very good. Excellent. لازم نقول bookstore. وفي كلمة أخرى غير bookstore. Bookstore, by the way, is American. في الإنجليزي الأمريكية. في الإنجليزي البريطاني نقول إيش؟ Book. Store يقابلها إيش؟ Store يقابلها في الإنجليزي البريطاني إيش؟ Bookshop. Yeah, very good. ممتاز. ممتاز, أنسان. Bookshop. لكن why do you think the student here wrote this wrong sentence? لأنه some dictionaries, للأسف, unfortunately, they teach you in a wrong way. They give you meanings in a wrong way. بعض المعاجم, القواميس, تعطيك معلومات ناقصة. So that's why I advise students to find a good dictionary. يجب أن تبحث على قاموس أو معجم جيد يساعدك في فهم المعاني. إما أن يكون المعجم هذا English. طبعاً when you are, you know, having a good background in English, your level is good enough. إن تقرأ English. أو even when you have English Arabic dictionary. لما يكون عندك إيش؟ معجم أو قاموس من الإنجليزية للعربية. كثير من القواميس تكتب لك كلمة library, مكتبة. Do you think that this is enough? هل هذه المعلومة دقيقة 100%؟ لا, ناقصة. How can you correct this? كيف ممكن تصح المعلومة هذه؟ library هي مكتبة إيش؟ very good. للقراءة, for reading. Now, when you say library, it means a place where you can sit and read a book. Studying, للقراءة. ممكن borrowing, ممكن للاستعارة. لكن, unfortunately, some bad dictionaries, they give you partial information. تعطيك معاني ناقصة. Instead of saying a place where you can what? Read a book. Borrow a book. مكتبة التي للإعارة أو القراءة. لكن المكتبة التي نشتري هي البوك ستور or a bookshop. Do you agree with me? Yes. So هنا ينبغي أن تحرص على أنه استخدام الكلمة. أحيانا الكلمة ممكن أنت تظن أنه بوك ستور وبوك ولايبراري the same. You can use either of them. But that's not correct. فينبغي أن تختار هنا التركيب الصحيح وهنا تختار الكلمة الملائمة المناسبة. Then we come to the spelling. Spelling is not easy as English is concerned. فيما يخص اللغة الإنجليزية, spelling يحتاج إلى تعلم, إلى جهد تبذله أنت كطالب in order to spell words correctly. تتهجى الكلمات بشكل صحيح. طبعا هنا small point, يعني في نقطة أريد أن أنبه الطلاب أنه أحيانا يعني تلاحظ بعض كلمات تكتب differently, تكتب بأكثر من طريقة وكلها مقبولة. طبعا هذا قليل, في كلمات قليلة. مثلا I'd like to you to write the word center, المركز. مركز. How do we write it? Can you spell it? ممكن تكتبه لي على الشات. Center. C-E. Would you please write it? اكتبه لو سمحتم.
It's written in two words. Yeah, this is one way. The second way, C-E-N-T-E-R. The second way. طريقة الأخرى. Yes. T-R-E. فينبغي أن تعرف أن تتميز أنه طبعا في كلمات قليلة جدا الكلمات هذه. مثلا الكلمة لون, color. How we can write color. It's the same as center. يعني تكتب بطريقتين. Yes, this is one. This is one. And the second one, C-O-L-O-R. The second one, C-O, yes, Sama, L-O-U-R. Very good. Very good, Aisha. To give you this piece of information, what do you mean by piece of information? نحن تحدثنا المحاضرة الماضية عن كلمة piece of information. إذا استخدمت كلمة piece of information مع piece of information, piece تعني معلومة واحدة. معلومة واحدة. Very good. معلومة واحدة. يعني إذا أردت أن تميز فين الـ spelling الأمريكي من البريطاني, الـ spelling الأمريكي السهل. اللي يستخدم لك C-O-L-O-R. وهنا الذي يستخدم إيش؟ كلمة إيش؟ center. الذي يستخدم E-R. البريطانيين يصعب اللغة شوية كده يعني لأنهم أصحاب اللغة الأصليين, هم يظنون and they are conservative, تقليديين, يحبوا القواعد rigid rules, يلتزموا فيها, يكتبوا R-E. الأمريكي يقول لك E-R, نطقها كده center. فهنا ممكن أنت أحيانا بعض الطلاب get confused, يشوف كلمة أحيانا spelt in this way وأحيانا أخرى في لها another spelling. Don't worry about this. Go to the grammar. Grammar يعني الأزمنة, ينبغي أن تنتبه للأزمنة. الأزمنة مهمة هنا عندما أنت تكتب. والبنكتويشن برضو سبق وأشرنا إليها, النقطة والفاصلة, أي جملة تنتهي بالإيش؟ الفلسطين. والكوما لها معاني ممكن تغير الأفكار. Facts, dates, names, figures should also be correct. عندما تكتب رسالة تجارية, الحقائق والتواريخ والأسماء الناس والأرقام لابد أنك تنتبه when you are writing them. يعني واحد ما يريد أن يكتب 10,000 and they add zero تصبح 100,000. الديت تكتب تاريخ معين instead of writing يعني 20 then slash 2 اللي هو February تكتب 12 تصبح 20 ديسمبر. فyou have to be careful عندما تكتب. إذن كل هذه الأمور تتعلق بالدقة وفي الترتيب الجيد, good organization. انتبه مع الكلمات هذه. أنت عندما تكتب الرسالة قبل أن نذهب إلى التطبيق الآن, good organization means إنه plan your letter. ينبغي أن تعرف أنت ما الغرض من رسالتك. أنت تكتب لغرض إيش؟ لغرض عرض سعر, طلب سعر, طلب بضاعة order, تشتكي, تهنئ, تشكر. So you have to know your purpose. وعندما تكتب الرسالة لابد تكتبها على هيئة paragraphs. Paragraphs يعني الفقرة الأولى, ممكن يكون في فقرة وسط, ممكن يكون في فقرة نهائية, وأحياناً أقل وأحياناً أكثر. Yes, we'll come to this. I mean the organization اللي هو هنا what we mean it, what we mean by it. Here organization of the body. ما معنى body of the letter؟ كلمة body معنى excuse me. What does it mean? Body? In Arabic, بدل العرض. Yes. Yes, العرض أو نص الرسالة. Yes. المتن, نص الرسالة, محتواها. So we are here talking about paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, etc. Attaining, الحصول على desired results. أنه أن رسالتك مفهومة والرسالة وصلت إلى القارئ. The letter should start with good news and ideas which interest the reader. يعني ممكن تقول لي في شكراً رسالتكم المؤرخة بتاريخ كذا والتي
علمتمونا you informed us about the delivery of the goods وصول البضاعة. لقد أريد أن أعلمكم to inform you that we got the goods أنه حصلنا على الإيش على البضاعة أو وصلت. This is what you mean by good news. The second point, the ideas which then the ideas with some explanations, not which here there is a printing mistake, with some explanations. كل فكرة يجب أن تشرحها ويجب أن تنهي closing with an incentive or an action. يجب أن تنهي الرسالة بطريقة معينة. وإذا هناك خبر ليس favorable, unfavorable, خبر سيء, start in a pleasant way. يجب أن تلطف المعنى حتى توصل لقارئ هذه الرسالة. ثم ننتقل بعد كذلك إلى بعض المصطلحات يمر عليها سريعا, لكن تنتبه لي إلى بنبدأ الآن في الكلام المهم اللي هي parts of business letters. ما هي الأجزاء الرئيسة من البزنس لتر؟ هناك two types طبعا في أجزاء الرسالة, هناك أجزاء main أساسية وهناك أجزاء ثانوية. اليوم سنشرح الأساسية ونطبق عليها يعني واحدة من الرسائل, واحدة من الأفكار الرئيسة أو الأشياء الرئيسة في أي رسالة. عندنا سبع أجزاء معينة. Can anybody read them out؟ ممكن حد من يقرأهم. The first one is heading. Date. Inside address. Inside address. Very good. Salutation. Salutation. The body. The body. The body or the body? Body in American, I think. Yeah, both correct. The body. The body. The body. Yeah. Complimentary clause. Yeah, close. Complimentary clause. Yeah, خاتمة. يعني complimentary, ملائمة. Then the signature. The signature. Signature. التوقيع. Signature. التوقيع. Yeah. طيب خلينا نبدأ بالجزء. Yes. Heading. طبعا the word head, when we see it, the basic meaning of this word هي الرأس معناها. لكن it doesn't mean here الرأس. ما فيش حاجة اسمها رأس. Address, العنوان. لا, العنوان يعني. لأن العنوان يكتب في الرأس, في أعلى. كلمة الهيد, أين يأتي رأس الشخص؟ في أعلى الجسم, صح؟ وكذلك the word head, عندما we are using it, ممكن نستخدم كلمة head في أكثر من معنى. ممكن أن نستخدم كلمة head كمان as a verb. ممكن أنت تقرأ في اللغة الإنجليزية. رئيسي. أيوة, رئيسي, ممكن أن رأس. وممكن أن نقول Nabil is the head of the department. Department معناها الإدارة, صح؟ The head. رئيس إدارة. رئيس. رئيس القسم, رئيس الإدارة. تمام. وممكن نقول so he is heading. We focused in part speech. Part of speech. تمام. Then النقطة الثانية من تكوينات الرسالة الرئيسة هي الديت. لابد أن تحرر, you have to write the date, التاريخ التي كتبت به هذه الإيش الرسالة. كلمة date واضحة؟ Yeah, and in English we have to write date. ينبغي أن نكتب الديت, وهي هنا الإيش التاريخ, تاريخ كتابة وتحرير الرسالة. طبعا بنشوف في التطبيق نحن فين مكان تاريخ الرسالة. لكن before that, كلمة date, إذا في شخص يقول I like dates ويضيف لها S, يعني يحب التواريخ. التمر. Very good حنين. التمر هنا تغير معناها, التمر. I like dates. طيب وإذا في شخص آخر قال I have a date, يبقى على شكل مفرد A. موعد. كلمة date. موعد.
شوف كلمة موعد is not enough. The word موعد is not enough. لابد تضيف كلمة جنبها. موعد إيش؟ Romantic. Appointment. No, not appointment. Appointment is different from date. Date هو الموعد الغرامي الرومانسي. Very good. مع موعد مع شخص تحبه. رومانسي, romantic. So a good dictionary will teach you in this way. عندما تقرأ English dictionary إنه يقول لك date is a romantic meeting. لقاء غرامي, موعد. لكن appointment لقاء إيش؟ رسمي. يعني ممكن يكون في طالب يتعلم اللغة الإنجليزية من خلال كلمات, من خلال حفظ الكلمات من قوائم. date معناه موعد, خلاص. ويروح يقول I have a date with my professor. appointment. أيوة. ولا يقول I have a date with my dentist. ما في حاجة تضحك في استخدام اللغة أحيانا. funny. عنده لقاء موعد مع طبيب الأسنان فيقول I have a date. and what he means here, he means what appointment, الموعد الرسمي. يقول الطبيب تعال الساعة 10 فيقول I have a date, ويغير المعنى بشكل فاضح. تمام. فyou have to be careful عند استخدام كل الكلمات والعبارات في اللغة الإنجليزية. ينبغي أن تكون حريص. inside address عنوان المرسل إليه. إذا ينبغي أن تكتب عنوانك في الأعلى ثم some space وبعدين date, تحرير رسالة اللي كتبت فيه الرسالة, ثم العنوان للمرسل, اسم الشركة التي ترسل إليها. then number four the salutation. ما فيش أي رسالة ما تبدأ بأي إيش؟ بالتحية. salutation means التحية, يعني dear, عزيز. the same greeting. yes, the same greeting. yeah, but here we say dear, عزيزي. then there are يعني some points you have to bear in mind. هناك بعض النقاط التي ينبغي أن تنتبه أو تتنبه إليها وأنت تكتب salutation, تحية. هناك ألقاب للأشخاص الذي تكتب إليهم. Where can you start with? You have to be careful when you are writing to females. عندما تكتب إلى السيدات هناك more than one title. We'll come to this point. الرجال لهم لقب واحد, السيد, Mr. لكن السيدات more than one title. Can you Mr. and come, how many titles for women? Mrs. very good. Mrs. okay, very good. How can we pronounce madam? Yes, very good. No, not madam. Mrs. madam. No, I'm talking about the one written by Miss. Yeah, ladies. Ms. MS. We pronounce it Ms. Then we have MISS. Yes, very good. Very good, Aisha. Miss. Anisa. We سيدة متزوجة. We Anisa أو سيدة متزوجة. في لقب محايد اللي هو المز. يستخدم لي من هي متزوجة أو غير متزوجة, ممكن تستخدم هذا اللغة. إذن في عنوان المرسل ما هو الحاجات الأساسية في المرسل؟ اسم الشركة, نوع العمل التجاري التي تقوم به, ثم الشارع والمنطقة والمدينة والبلد وتليفون نمبر, تيلكس نمبر, إيميل, تريد مارك, علامة تجارية, بيكتشر أوف ذا بيلدينج أحيانا ممكن. كل هذه هي الأشياء التي نركز عليها في العنوان للمرسل. نأتي إلى التاريخ. التاريخ there are more than one way when you write it. تبع على الطريقة. عندنا January 25 وممكن أن تقول 25 January, ما فيش مشكلة. إما أن تذكر month then the date or date then the month, or you can write in C, months, days, years. Yes, very good. 25th, 25 من يناير. يعني كل هذه
الطرق صحيحة. عنوان المستلم, it is the full name and address of the person. كل المعلومات هذه معروفة, تكتب على الجهة اليسرى, تترك فراغين تحت الديت تاريخ. أسماء الأشخاص والشركات والشوارع تكتب ويجب ألا تختصر. وهنا تنتبه, انتبه من مس سبيلينج, أن تخطئ في تهجئة اسم الشخص الذي تكتب إليه, لأن هذا الكلام يعني means what. Underline this please or highlight it please. Little respect to him or to them. احنا مش عارفين هو او هي, يعني you show no respect. عندما تخطئ في اسم الشخص الذي تكتب اليه او اسم الشركة التي تكتب اليها, انت ايش؟ انت تقلل من قيمة ذلك الشخص, وتدل على انك careless, انت لا تأبه بالطريقة التي تكتب بها, وتعطي انطباع سيء عنك وعن شركتك والمؤسسة التي تنتمي إليها. فيجب أن تحرر الرسائل, وكما قلنا في الدقة أن تنتبه من الأخطاء الإيش الإملائية, spelling mistakes. وأهم هذه الأخطاء الإملائية أن تخطئ في اسم الشخص أو اسم الشركة التي تكتب إليها حتى بحرف واحد, even with a single letter, حتى بحرف واحد. شوف كلمة letter معنى حرف, ال A B C حرف, و letter معنى برضو رسالة. Do you agree with me? Yeah, I agree. Very good. Then we come to the courtesy titles. Titles اللي هي الألقاب, ألقاب التي ينبغي أن نخاطب الناس بها. السيد مستر before the name of a man. Yes, people are usually proud of their names. That's correct. إذن الحرج في ألقاب السيدات, ينبغي أن be careful when you are talking to someone who is married. Who is married? متزوجة. She is married. Or unmarried. Miss. Then we have Mrs. when addressing more than one person. هنا في حالة الجمع. Yes. Married. Then we have that. تعريف. Before the name of the firms. طبعا نحن نستخدم we know the word ذا, كلمة ذا يقابلها في العربية الأل, أل التعريف, صحيح؟ Yes. But they have many uses. أل, نعم. وتستخدم في التعريف عندما نقول the book معناه الكتاب. الكتاب أعرفه أنا وتعرفه أنت, أنت المستمع وأنا المتحدث. فلما أقول لطالب في الفصل الدراسي please bring me the book, it means that the book I know and you know, كتابي أنت تعرفه وأنا أعرفه. This is different from when I say bring me a book, لما أقول لي طالب آخر جيب لي كتاب. لما أقول A للنكرة, أي كتاب تأتي لي به صحيح بأخذه, لكن give me the book, كتاب أني أنا أعرفه مسبقا وأنت تعرفه. إذن هنا تستخدم الأل هنا للتعريف عن الشركات, دائما الشركات تكون معرفة. Then we have titles للأشخاص, البروف دكتور, هذه ألقاب علمية في الجامعات, اختصار لبروفيسور, أستاذ الجامعة نقول عليه university, teacher نقول عليه professor, أستاذ جامعة. وهناك ألقاب أخرى, ممكن يكون دكتور إنه ميديكال دكتور, طبيب, ولكن لا يحمل درجة الإيش الدكتوراه زي الأستاذ الجامعي. وأحيانا ممكن يكون military title or military title, لقب عسكري.
يعني ملازم, عميد, فريق, etc. Then we have the salutation. تبدأ تحيي الشخص الذي تكتب إليه. زي ما قالت زميلتكم, greeting with which the business letter begins. نبدأ بالتحية. It is usually typed at the left margin. تكون في الهامش الخلف. نعمل double space. The most commonly used salutation. أشهر حاجة يعني شيوعا, gentlemen, أيها السادة, أو dear sirs, السادة الأعزاء. ما هي الألقاب اللي يمكن تستخدم؟ أكثر من لقب. dear sirs عندما تخاطب شركة, dear sir شخص غير معروف, dear madam when addressing unknown woman, سيدة, ممكن تكون single or married, dear sir, dear madam for addressing a known person with formality, عندما تكتب بطريقة رسمية, dear courtesy title and surname, يعني dear تكتب surname اسم العائلة, dear name used to a man or woman you know and have personal relationship, عندما أقول لك عزيزي أحمد, هنا عندما تكون العلاقة إيش personal, شخصية, وأنت تعرف هذا الشخص من سبق أنه تعاملت معه. نأتي إلى نص الرسالة وهي الأصل. The body contains the message, الأفكار الرئيسية اللي أنت كاتب الرسالة من أجل إيش. طبعا هناك أغراض لكتابة الرسائل التجارية تعرفونها, طبعا بنعمل لها سريع لستة, استعراض سريع, أنه نحن الآن قربنا نخلص. الأشياء اللي ذكرناها أنه نص الرسالة أو متن الرسالة يحتوي على الأفكار الرئيسة التي من خلالها تكتب الباراجراف الأول والثاني والثالث إلى آخر. ثم الخاتمة, closing, complimentary close, خاتمة الرسالة. طبعا لازم تختم الرسالة بطريقة مهذبة وتترك فراغين, ثم تكتب the first letter of the first word is capitalized, أي كلمة تكتبها في البداية لازم تكون capitalized, تكتب بحرف كبير. optional comma is placed at the end, ممكن تضع فاصلة في النهاية وهي اختياري. ثم تنهي بأكثر من صيغة, yours faithfully, وعندما يكون الشخص الذي تراسله unknown غير معروف, sincerely عندما يكون known معروف, yours truly يعني بين الأشخاص والأفراد التي تربطهم علاقة, very إذا ضفت كلمة very أنت تضيف شيء من الفيلينجز والامتنان, يعني تدلع الكلمة زيادة, yours very sincerely expresses more feeling, وهذه كمان فيها نوع من الإيش المشاعر الدافئة. وأحيانا قد نختم الرسالة بالعبارتين هذه, best wishes أجمل الأماني, or best regards التحايا, وهي مقبولة في كتابة الرسائل. ثم تأتي إلى التوقيع. وماذا نقصد بالتوقيع؟ يكتب the signature usually typed four lines below the complimentary clause, تترك حوالي 4 سطور قبل الخاتمة, وsender's been written name and type written name, ممكن تكتب اسمك وتوقع بعدين بالقلم. طبعا في المحاضرة الجاية الآن بنعمل تطبيق, نعمل تطبيق على الرسائل, لكن أنا أعمل تكليف لكم للمحاضرة الجاية إنه كل طالب يجب أن يرسل لي 3 business letters, ممكن أنت تكتبها أو تأخذها من أي مصدر, من أي مرجع, لها أغراض مختلفة, وتحاول أن تؤشر لي, تستعرض السبعة البارتس, المين بارتس, لأن هناك 8 برضو أجزاء غير رئيسة نتعلمها إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة. دكتور مضلي. دكتور yes I wrote the comparison between electronic mail and commercial correspondence that was in the first lectures. The second point, you choose. نحن الآن استعرضنا السبعة, بقي 3 دقائق على ما ننهي. استعرضنا السبعة الأجزاء الرئيسة للرسالة. الآن بدأ يجب أن نطبق. ف
ثم ننتقل للأسبوع القادم إن شاء الله والمحاضرة الأخيرة للأجزاء الثانوية اللي هم الأجزاء الرئيسة. يعني نكتب يا دكتور على هيئة باراجراف. نكتب باراجراف. رسالة على هيئة باراجراف. أيوة. Or كامل. You can use the net or any books وتستعرض الأجزاء الرئيسة من الرسالة. فين يحط العنوان؟ وين المرسل والمرسل إليه والعنوان والتحية والبودي وتحدد الأغراض الرئيسة من الرسالة. Can you see types of business letters in foreign trade؟ اختيار الخارجية. أنا حوالي حينك 10 رسائل عندنا على الشاشة تظهر. A letter of inquiry. Can you see them؟ تشوفوها شباب؟ رسالة للاستفسار. تستفسر عن شيء تسأل. A letter of request. Letter of reply. الرد على الاستفسار وهنا طلب. Letter of quotations. Letter of offers. Letter of order. Letter of indent. Letter of acknowledgement. Letter of complaint. Letter of adjustment. استعرض هذه الأنواع وترجمها في البيت وشوف إيش معانيها. أنت every student لازم يختار اختار ثلاث أغراض مختلفة. ممكن تختار one ويعمل طلبية هنا letter of order. اثنين ويطالب آخر يختار رقم 9 مثلا letter of complaint شكوى. وواحد يعمل رسالة شكر وواحد رسالة رد على استفسار معين. تختار ثلاثة أنواع من الرسائل. My last piece of advice. نقطة الأخيرة قبل أن ننهي هذه اللقاء أنه لازم تقرأ رسائل تجارية كثيرة in order to know how they are written. تعرف كيف تكتب هذه الرسائل. This is one. And the second thing تعرف كيف تكتب هذه الرسائل واللغة اللي تكتب فيها. يعني عندما أنت تكتب رسالة علمية رسالة تجارية يجب أنك أنت تنتبه للأشياء الرئيسة في هذه الرسالة. مثلا Can you see the letter on the screen? Yes, we see. Very good. This is example of complaint letter. رسالة شكوى. Example, complaint letter. طبعا هنا what is this heading قال heading وبعدين هنا we have what date June 6, 2021 date وهنا Tom Thompson inside address yes address الشخص اللي ترسل له وبعدين نبدأ بdear Mr. Thompson ها pretty ها هنا الجريتينج سيد تومسون شوف أخذنا سيرنيم ما قلناش إلى دير مستر توم طيب لا إذا توم you have a good relationship with him أنت تعامله لسنوات طويلة he became your friend خلاص يعني أنت ما بتخاطبته بهذه الطريقة الرسمية دير مستر تومسون يعني لك سنوات تتعامل مع هذا الشخص في مصنع وفي شركة كبرى وسبق وترسلت ويا سنوات you became friends يعني ممكن تغير الطريقة اللي تترسلها بدل ما تكتب Dear Mr. Thompson السيد واخترت اللقب لقب العائلة ممكن تقول له إيش من بيجاوب Dear Tom Very good Dear Tom عزيزي توم لأنه أنت أصبحت إيش Friends والمعاملة أصبحت أكثر دفئا بينكما Then we have the first paragraph Second paragraph. Fourth one. وتنتهي الرسالة بـ Thank you for your time. أشكركم لإعطانا الوقت والاهتمام لهذه القضية. إيش القضية هذه؟ مشان ننهي الجلسة هذه شباب خلاص. On January 5th في الخامس من يناير إيش حصل؟ ها ممكن يقرأ من Who can read out? I purchased Purchased
A coffee table. Table. What do you mean by coffee table? يعني طاولة قهوة. Purchase means what here? انتبه للكلمة هذه هي كلمة رسمية. حدثنا عنها يمكن الأسبوع الماضي. Did we talk about it? كلمة رسمية معناها I bought. اشتريت. كلمة رسمية معناها I bought. اشتريت. Very good. هي formal. If you look up, ما معنى look up your dictionary? Search. Look up يعني search. Very good. If you look up your dictionary, ولازم كل طالب يكون مع English dictionary مشان لغتك تتحسن. Start step by step. حتى لو في إشكالية معك في البداية, you will find that things are going very well. الأمور تمشي معك كويس كل ما تحسن مستواك. إذا بحثت عن قاموس إنجليزي هو اللي يطلع لك المعلومات الدقيقة على كلمة purchase, أنه استخدم كفعل وكاسم اشترى أو مشتريات. بتلاقي أنه between brackets بين قوسين أنه قدام الكلمة هذه formal. لو حد مع الآن يعني قاموس English على الديكشنري ممكن يعمل سيرش سريع ويجيب لنا النتيجة. اشتريت. وبعد ذلك تنهي الرسالة بsincerely. وتكتب اسمك. هذا just one example. في we have what? Another letter. Can you see it? Yeah, we see. Okay. Excuse me, I can't. Tawheeb, I can't. I didn't get your point. If you would like, do you mean if you would like or I would be like so kind to explain the benefit of the book? What do you mean by this? Can you rewrite? Dr. Kudaret isn't clear. It's not clear. Now? It's okay. It's okay. So what do you see here? Name of sender's company. An address. And we have what? Date. Then we have what? Inside Hidden. Address. Name, company, title. Name of company, address, community, zip code. رمز البريدي. بعدين السبجكت. موضوع الرسالة. وبعدين التحية. وبعدين الفيرست باراجراف, سكند باراجراف, ثيرد باراجراف. As you can see, تحتاج آخر كلمة, تحتاج إلى قراءة مزيد من الرسائل مختلفة الأغراض وتختار المصطلحات التجارية وكيف تستخدم في من خلال هذه من خلال الاستخدام الحقيقي. أنا أكملت كل ما لدي اليوم. ما أكلفكم به للمحاضرة القادمة هي محاضرة تطبيق, تكون الفاينل سيشن, لقاء الأخير. أنت محتاج إلى جمع أكبر كم من الرسائل واستعراضها واستخراج الكلمات التجارية والمصطلحات التجارية وتطبيقها, ويكون معك نوت بوك. The more you write, خلينا أعطيكم الconclusion. The more you read business letters, the more you become a good writer, a good learner of English, a good learner of business English. كلما أصبحت قادرا على أن تكتب رسالة تجارية صحيحة, لأنه المصطلحات اللي تأخذها أنت تأخذها من رسائل مكتوبة في عالم الرسائل. اقرأ رسائل كثيرة وستجد أنه المصطلحات تتكرر والطريقة التي تكتب بها الرسائل تتكرر, وإنما تتعدد الأغراض the purposes ونوع الرسائل. I hope that you got my WhatsApp number, so you can send me the three letters that you selected. ما معنى selected؟ حددتها. Yes, اخترتوها يعني chosen اللي اخترتوها, ويرسلهم لي على الواتس بعد أن تكون عرفت
الأجزاء الرئيسة من كل رسالة بعد أن تكون قرأتهم وفهمت مضامينهم ومعانيهم. اللي يسأل على will you give us the book doctor، الكتاب موجود عنده عندكم، عندكم soft copy منه دكتور؟ الملخصات الأولى I will send it to you. anybody يعني يرسل لي WhatsApp message، I will send it to you for sure. okay I will send yeah. إن شاء الله إن شاء الله you will get يعني إن شاء الله a copy of this summary book. Do you have any question? Do you have any inquiry? في أي استفسار قبل أن ننهي الجلسة هذه؟ أشكر لكم يعني استماعكم وانتباهكم معي طيلة تفاعلكم خلال هذه الجلسة، وحتى ألقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.